شو صار معك؟ بده ياني أرجع معه على البيت. إيه بدك ترجعي؟ لا. صح. رح يترك لك راما؟ ما بظن يتركها. قديش هالقصة معقدة؟ شو ما بدها تنحل؟ ماما معلش نروح أنا وراما لعند تيتا وفوقة؟ ماما معلش نروح؟ معقول ماما تروح بوقت الأكل؟ هلأ منتعشى وبعدين منشوف إذا منروح. يلا يا حلوين امشوا لناكل، أنا كتير جوعان. أنت خود هاي وأنت خدي هاي كمان. يلا خدوهن على الطاولة. فكري بهاللحظة وبس، ولادك معك انبسطي ولا تفكري ببكرة. أنا هذا محلي، روحي أنت عدي على هداك الكرسي. هاي صورة بنتي عمرها 5 سنين. بعمر ابني ليس. حلوة كتير، الله يخلي لك ياها. طالعة بتشبه أمها. ما عم نشوف بعض غير بأيام العطلة، كله بسبب الشغل. والله صعبة كتير. ايه قلي وانت كيف ولادك؟ وعليا كيفها؟ امي لهلأ بتجيب سيرتها، بتقول يا هيك النسوان يا بلا. اجيني انا وياها على عرسك بتتذكر؟ شبك؟ ما تقلي انه طلقته؟ لا ما اتطلقنا، بس في شوية مشاكل. خبص مثل عوايدك. ومرتك صار معها خبر مع هيك؟ ما كنت تعقل. يلي بده يمشي على الثلج لازم يخفي اثره. ان شاء الله بسيطة. المهم هلأ شو؟ عليا عند خالة، بس بكرة راجعين على البيت. يعني دبرت أمورك؟ ماشي الحال. لكن ضيفنا شي كاسة عصير، كأنه ما حدا سائل فينا. امتى سافر أبوكي؟ هي اليوم المساء، ما طلع إلا روحي رح تطلع. وليش إجا؟ سمع بقصة موت آمال. أنت حكيتي له؟ شو بدي أعمل؟ هي كانت تدفع نص الأجرة، قال ما عاد يدفع، قال لي تركي الدراسة ورجعي على البيت بيكون أحسن. يا حبيبي تخيل ما سأل عن البنت اللي ماتت بأول عمرها؟ سألني أنت ما كنتي بتعرفي مع مين ساكنة بنفس الغرفة؟ قلت له ما كنت بعرف وضع البنت. وبلش يحكي على آمال حكي طالع نازل بألف زور حتى قدرت أتحمل كلامه عليها. ما بعرف شو بدي أعمل. شلون شو بدك تعملي؟ شبك مجد؟ عم قلك أبي مصير إنه أترك الدراسة وأرجع على البيت. أنا ترجعي؟ إيه طبعا أرجع لعنده مشان يعقدني. طيب حبيبتي رح أستأجر لك بيت، بيت صغير تعدي فيه لحالك. شو؟ بستأجر لك بيت رخيص، بتقولي لأبوك إنك ساكني عند رفيقتك. شبك مروة؟ لقي لك شي حجة مناسبة؟ طيب بصير هيك مجد؟ حبيبتي ليش ما بيصير؟ مروة حرام تتركي دراستك، هن سنتين زمان وبتتخرجي من الجامعة. يعني بدك تتركي لأنه أبوكي ما بده يدفع لك الأجار؟ ما بعرف. ماما تاكلي منجا معي؟ أشر لك؟ شو؟ تاكلي منجا؟ ما بدي. ما اتصل أخوكي؟ ما اتصل. بدك شي؟ لا بدي شوف شو نهاية هالقصة. أي قصة؟ أريج لا تعصبيني، ما بتعرف أي قصة؟ مو أخوكي رايح يجيب الست مرته؟ هلأ الست عليا بيكون كبر راسها وكله من هالمرضي. عن جد أمي أنت كتير غريبة، فكرت قصدك على قصة هديك البنت يلي ماتت. شو قصدك بهالحكي؟ بتعرفي شو قصدي؟ شفتي أخي كيف شاء تبليغ الشرطة؟ مفكر إذا عمل هيك رح يتركوه بحاله، مو عارفان إنه مو قدهم. هن بكل الأحوال رح يعملوا التحليل، ولما تطلع نتيجته ويتأكدوا إنه البنت كانت حامل من أخي، شوف الجرايد اللي رح تكتب عن هالفضيحة، وبجوز يحبسوه كمان. حاجة تفاولي عليه، ما في على لساني غير هالقصة المعتة. لأنه أنت ما عم تفكري غير إنه الست عليا تترجاكي وتبوس إيدك، وكيف بدك تطالع اللي صار من عيونها. ضل تحصل. يعني معقولة يحبسوا ميار بيك؟
ما بعرف حسيبة. وينكن يا أولاد؟ إذا مسكتكن رح آكلكن ها؟ وينكن يا طيبين؟ إذا مسكتكن رح آكلكن أنتو الاثنين؟ الله يعينو، الله يعينو يلي بدي أمسكه بالأول، بدي آكلون، آكلون. وينون؟ وينون؟ أيه. ألو؟ ألو؟ مدام عليا؟ مرحبا أنا سمير. أهلا وسهلا دكتور. كيف صحتك؟ منيحة، كيفك؟ أنا كمان منيح. ما أكون أزعجتكم؟ لا أبدا. سيد فؤاد موجود؟ إذا مو موجود. لا 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 هو هون، دقيقة إذا بتريد. عزبتك معي. ما في عذاب، شو هالحكي؟ كلك زوق، صباحي على خير، شكرا. خالي هذا الدكتور سمير. يلا خالو يلا يلا. بحكي مع عمو سمير وبرجع باكلكم، لا تهربوا. ألو؟ ألو؟ مرحبا أخي فؤاد، أنا سمير. تعو أهلا سمير، مساء الخير. مساء النور. مشان السيارة حكيت مع الشركة وجبت لك العنوان. بكرة الصبح بتقدر تروح لعندهم بهالسرعة هاي؟ إذا بدك بمرق لعندك ومنروح سوا. أنا ما بدي عزبك معي. عذاب شو يا أخي؟ لا تقول هيك. ماشي، بكرة الصبح بشوفك. صباح الخير، شكرا لألك. تكرم عينك. الله معك. بدي أقلك. تعي انت كمان، تعي. أمي؟ أمي قومي على تختك، هلأ بتوجعك رقبتك. ماني نايمة، عم ريح عيوني. إيه شو صار بالفيلم؟ أي فيلم؟ الفيلم الأجنبي اللي كنت عم أتفرج عليه هلأ. إيه خلص من زمان. يعني راح علي. شو كان صار لو تابعتيه؟ على القليل كنت هلأ حكيتي لي نهايته. إيه يا حبيبي كمون، مشان نايمك بحضني عيونتي. ما بدي نام، بدي أتفرج على التلفزيون. انت لساعتك زعلان من وفوقة؟ لا حبيبتي، ليش بدي ازعل منك؟ خد جهاز قلب على كيفك، لروح حط راسي ونام. صباحي على خير. يا ابني الله يرضى عليك، ما بدي تزعل من ستك. لا ماما، انا مو زعلان منها، بس انا زعلان من حالي. ليش؟ انا ندمان لاني تركت الشغل، كنت لازم ارضى واسكت. انت ما غلطت، ما بيجوز تشتغل مع ناس ما لهم ثقة فيك، شو ما كان السبب. يعني أنا هلأ وضعي أحسن، عايش عالي عليكم. شو هالحكي أمي؟ الولد مستحيل يصير عالي على أهله بنوب. يا روحي أنت حبيبي. عم فكر أقدم وراي على شي جامعة، ما بعرف بركي هيك. إيه والله روح أقدم ورائك، بلكي بتجيك شي فرصة منيحة. أنا لازم أشتغل من الصبح للمساء حتى طالع مصروفي. اهدوا شوي بس كنستك. ايوه
حبيبتي انت. ماما رح تحكي لنا حكايه قبل ما ننام؟ هوب ايه بحكي لكم، يلا نامي لشوف. اي حكايه بدك تحكي لنا؟ الحكايه اللي بدك اياها. احكي لنا حكايه روبي. تكرمي. مين هي روبي؟ روبي البنت اللي شعرات اطوال يعني مثلك انت. كان يا مكان بقديم الزمان كان في بنوته حلوه وكان اسمها روبي، عيونها لون ازرق، كان شعرها اسود طويل. وروبي كان عندها اخ بيحبها كتير. اي عندها. في عندها اب كمان. اي عندها. واذا ابي سالني شو بدي اقول له؟ استغفر الله، تقولي له اي شيء بدك اياه. ما بيصدق. انا لازم اقول له اني عم بشتغل. ايه فكره، قولي له عم تشتغلي عندي، فهمي انك عم تطالعي اجار بيتك ومصروفك كمان. ايه هاي فكره معقوله. ما في شيء عندي ما له حل، خلص انت لا تخافي. صحيح مجد، شاهد رجع مره تانية وغير افادته. اي شاهد؟ يلي شاف سياره ميار قدام بيت امال. انا كمان سمعت هيك. بجوز الزلمه خاف من ميار وغير افادته اول مره، بس بعد ما شاف الصور بالجرايد ضميره عذبه. على الاغلب انت معك حق. طبعا معي حق، يمكن ما تفهمي اللي بدي لك يا. انا بعرف ميار من زمان، كان ابن عائله كبيره، ابوه كان غني كتير، كل التعهدات الضخمه والمناقصات الكبيره كان ترسي على حيدر كران، وميار الحقير اللي ما بيسوى قرش كان مدلل أبوه، وأبي كان بالعكس ما كان يطلع بوشي. طول عمري هالشغلة حرقة بقلبي، والشاطر اللي بيضحك بالآخر. هريج كيفك؟ شو صاير شي؟ لا عم اطمن عليك، قلت لشوف شو صار معك. بدي اعرف ايمت جايين انت وعليا والولاد. عليا عند خالة. ليش؟ الليلة كمان رح تنام هنيك. والولاد؟ راحوا مع عليا. خايفة ما تقبل ترجع؟ لا رح ترجع، طمني. على كلين بكرة جايين. عن جد؟ مو انت بدك يعني نرجع، خلص جايين. توصلوا بالسلامه. كيفه ليس؟ كتير منيح، بكره بتشوفيه. انت وينك؟ كانك بالسياره. رايح على الاوتيل، في عندي رفيق قديم اسمه طارق، درسنا بالجامعه سوا، ما بتتذكري؟ تذكرته، هذا الشاب الحليوه يلي اجا وحضر عرسك. كنت قاعد معه، شربنا قهوه سوا. كتير منيح، معناته انت مبسوط. أريج وين ماما؟ نايمة بغرفتها، مو طايقة تشوف حدا. يا الله ماني عارفان شو أعمل. ما تضايق حالك، عم استناكم، تصبح على خير. وانتي بخير. هدول أحلى شي طلعتي فيهم من الدنيا. ما أحلاهم هن ونايمين. طبعا سيدي، أنا رح أخبركم بالنتيجة أول ما تطلع. رح نعمل كل الإجراءات اللازمة. مع السلامة. حضرتك طلبتني سيدي؟
الشخص اللي كان متهم بمقتل المغدورة أمال. ميار كران، روحوا جيبوا لهم، بدنا ناخذ إفادته لأنه في مستجدات. أنت بتعرف بيته؟ طبعا سيدي بعرفه، فيلا كران، ما هيك؟ ايه فيلا كران. يلا ماما ماما يا أم غامة، تملأ قلبي بندى الحب، أنت نشيدي عيدك عيدي، أنا عصفور ملء الدار، قبلة ماما ضوء نهاري، ماما ماما يا أم غامة. طيب مين الشطور يلي بده ياكل هاي بالأول؟ أنا أنا الأنساد بالأول. يلا كليها لشوف. يلا يا شطورة، برافو. ماما شو بدنا نسوي اليوم؟ رح نطلع مع بابا مشوار؟ شو رأيك تاكل هاي من ايدي؟ انا بفتح. مرحبا خال. أهلين ميار، تفضل فوت. شبك واقف؟ بابا إجا بابا. حبيبتي كيفك، مبسوطة؟ تعال شوف شو كنتوا عم تسوي؟ عم نفطر. برافو عليكم، انبسطتوا مع بعض؟ ايه انبسطنا. يلا روحوا كملوا اكل. صباح الخير عليا. صباح الخير. تفضل اقعد وافطر معنا. نمتوا منيح بالليل؟ ايه نمنا. برافو. شو رأيكم تجوا معي مشان نقلي بيض للبابا؟ يلا امشوا. تشرب شاي؟ بشرب. عليا وين محبسك؟ شلحته. البسيه بلا جنان، ما عاد بدي ألبسه. يعني عم تنتقمي مني؟ انت عارفاني شو عم تعملي؟ ميار انا فكرت منيح، ما بدي ارجع. علي حاجة بقى. بكفي دلال، وقومي ضبي غراضك. يلا قومي خلينا نمشي. لا علي، بلشت افقد اعصابي، حطي عقلك براسك. ميار بكفي، حاول تفهمني بقى. عم قلك ما بدي ارجع، ما بدي. انا ما عاد بدي اعيش معك. عجد عنجد. معناتها مثل ما بدك.
انت اللي اخترتي. ميار استنى، امشوا على البيت يا اولاد، امكن ما بدها ترجع معنا. ميار خالي اذا بتريد. ميار طول بالك، تعي راما هاي اسمع. يلا ماما ميار انت شوي امشي شوف. ميار سكتي راما خلص بقى، طول بالك خالي بقى شوي. خالي بقى انت اذا بتريد خلص بقى يا عمري ما بدي اولاد. قوم ليس طول بالك، طول بالك خالو حبيبي. لا تخاف حبيبي. ماما يا ماما انا راح ورجيك شلون راح ترجعي ما دام ما بدك ترجعي بالسوق لحالك. ميار اخذ البنت. شو صاير يسرى؟ امي خدي ليس لجوا وسكري الباب منيح، هلا بيجي بس لاشوف شو صاير. يا ماما لا تخافي. ماما اسكتي. ماما قلت لك اسكتي. ماما الله يخليك تعالي. ميار ماما ميار اعطيني بنتي مشان الله. ماما ما بدي اروح. اطلعي بالسياره. ماما قلت لك اسكتي. خلي عنادك ينفع. ميار ميار تربتني. ماما ماما تعي بس ما بدي اسمع صوتك. يا ماما بنتي بنتي انا بدي راما قلت لك سكتي. انا بدي امي. ماما راحت بنتي، ما كان بدها تتركني وتروح. خلاص بنتي طولي بالك. علي حبيبتي اهدي، خلينا نفوت على البيت. يلا انا بدي امي. ماما ماما اسكتي بقى. هلا انا مو ناقصني غيركم. بابا انا بدي اروح لعند امي مشان الله. راما خلص بابا. ماما اسكتي اذا بتريدي. ماما إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. موبايله مسكر، ما منعرف وين بيكون وما قال لوين رايح. طيب نحن منلاقيه. خير في شي؟ لا ما في شي. بتحبي اسلق بيض مدام جيهان؟ شوفوا أنا عقلي بشو هي عقلة بالأكل. حسيبة أنت ما عندك غير هالسيرة من الصبح؟ أريج لسه ما فائت؟ بالجنينة قال ما بدها تفطر. يا عيني كيف صاير هالبيت، كل واحد ماشي على كيفه. بيت كران هيك كان من قبل؟ هالمرة ما في شي بيعجبها. شو ليدي أريج فايقة؟ الله يسعد لي صباحك. شبك أمي؟ حلماني بالمشاكل؟ انت بتعرفي قديش الساعة؟ عم تحكي كأنه عندك شي مشوار. ما بعرف شو صاير ببيتنا، أنا ما عاد فهمت شي بنوب. لا بقى في وقت للنوم ولا وقت للأكل. عشو عم تتفرجي؟ في صورة لعليا وليت كانوا متصورينها على البحر، بدي إياها. ليش؟ بدي حطها قالب الجاتو، حابة أعملهم إياها مفاجأة. حكيتي مع أخوكي؟ هو قالك إنهم جايين؟ أنا ما حكيت مع حدا، بس إن شاء الله رح يشوف. إن شاء الله. شو هي؟ ما في شي. هاتي هلا شوف صورة هالأزعة. شو عم تساوي ببيتنا؟ لا تشقي يا أمي، ما بسمح لك. أول مرة شفته فيها لميار عليا جابته لعندي لأتعرف عليه. قالت له بدي أخذك منشان تتعرف على خالي. ما شفتهم إلا هن عندي الاثنين عشقانين وطاير عقلهم ببعض. ميار هو حب الأول. بوقتها أنا كان عندي جيتار، غنينا هديك الليلة وسهرنا سهرة ما بتنتسى، وما راحوا لتاني يوم المساء. في شغلات أنا ما بآمن فيها، بس وقت اللي راحوا من عندي طلعت وراهم وقلبي ما كان مرتاح، وحسيت إنه هالاثنين ما راح يكملوا مع بعضهم. شو نامت؟ عيونها مغمضين بس أكيد ما أنا نايمة. لا تواخذنا سمير، وجعنا لك راسك بمشاكلنا. بالعكس دكتور، يا ريت طلع بإيدي شي. مين بيصدق إنه هيك حب كبير ممكن يضيع بين يوم وليلة؟ حبيبي ليش شوف هي ما أحلاها. طيب شوف هالتليفون في إله جرس. آه لا ليش
لا تقول مو حلوة، هي السيارة أحدث موديل. أنا بدي روح عند أمي. إيه حبيبي رح تروح لعندها بس مو هلأ. لا أنا هلأ بدي روح. قوم كمان وصلوا لعند أمه، الله يرضى عليك. يلا حبيبي قوم لأخدك. هوبا. أنا رح أفتح. والست عليا شو ناوي؟ أكيد رح تطلب الطلاق لأنه ما في مجال للصلحة. معقول الواحد ياخد طفل من حضن أمه؟ لك شو صاير بالدنيا؟ أحيانا الإنسان بتصرف بوحشية. شوفوا مين إجا لعندكم. كيفك يا بطل؟ كثير منيح. تعال عود بحضني. تعال. وينها ماما؟ حبيبي أمك جوا عم ترتاح شوي. أنا بدي ماما. يلا هلأ بتجي. أنا أجيت ماما. تعال عندي لشوف. تعال حبيبي. يا روحي أنت تقبرني ماما. آسفة دكتور سمير، ما قمنا بواجبك، التهينا بالمشكلة. ولا يهمك، نحن وجعنا لك راسك من الصبح. ما تقولي هيك. عليا كيف صرتي هلأ؟ منيحة خالي، ورح حاول ضل منيحة. انت لا تشغل بالك. ان شاء الله بتضل منيحة. بصب لك شاي عليا، شو رأيك؟ ايه والله يسرى، يا ريت تصبي لي ولو انا ما بدي عزبك. انت عذابك راحة. الو سمير، مرقت على البيت لقيت الكمبيوتر شاعل، لوين رحت من الصبح؟ عندي شوية شغل. وشو هالشغل؟ عندي شغل وخلص. شبك سمير ليش عم تعصب؟ أنا بس عم بسألك شو هالشغلة هي؟ مو اتفقنا نتغدى اليوم مع بعض؟ أي ساعة بتكون فاضي؟ اليوم ما في مجال. ليش؟ ماشي بنحكي بعدين. ليش هيك عم تحاكيني؟ بحكي معك بعدين، مضطر أسكر. سمير؟ سمير؟ أخي فؤاد ما رح نقدر نروح معك؟ أماني لا تواخذني، بنخليها لغير وقت. لا ما في مشكلة، منروح بغير يوم. عذبت حالك وجيت لهون، عطلتك على المشفى ما هيك؟ لا أنا بإجازة. منيح لك، بما أنك بإجازة عنا وقت لنقعد مع بعض. أكيد. ليس شو جبت لك؟ هاي مثل سيارة خالو. قل له لعمه يسلمه. يسلمه إيديك وإيديك. أنا لازم روح على الشغل. قدراني تروحي على الشغل؟ طبعا خالو، الحياة لازم تمشي ما هيك. أنا تأخرت كتير. بتحبي وصلك؟ لا يسلم، بروح لحالي ما بدي عزبك. شغلك على طريق بوصلك. ما بدي لبكك معي. لا أبدا. ماما بدك تروحي تتركيني؟ أنا بحياتي ما رح أتركك حبيبي لو شو ما صار. لكن ليش بدك تروحي؟ أنا بدي روح على الشغل ورح أرجع المساء، بس ما رح أتركك حبيبي. أنا مضطر أغيب عنك كم ساعة ماشي؟ ولأنك ابني ليس العائل رح تبقى هو مع خالو فؤاد لبين ما خلص شغل وارجع على البيت. وإذا ضليت هادي رح كون مبسوطة منك كتير، ورح أرجع المسا ومعي لعبة جديدة لإلك ماشي؟ جبلك شي تاني حبيبي؟ لا خلص، رح جبلك معي شوكولا وبسكويت. خلينا نمشي. فضلي عن إذنكم. وداد تركي اللي بإيدك، قومي خدي الفستان الأحمر وكملي بدي إياه. جمانة شو هاد؟ أنا ما قلت لك هيك، بدي الشك يكون أنعم وأنعم بكتير. أوف سؤالة، شو صار بفستان الست عزة؟ لسه ما خلص، أنت قلت ما حدا يمد إيده عليه، سلمته للست عليا ونحن ناطرين تشريفك. شكرا، يسلموا ايدك.
يلا ليس، سأل خالك إذا ما نو تعبان خليه ياخذنا شي مشوار. خالو إيه باخدكم بعد شوي. فاجأت فيك. ليش؟ أنت كتير قوية. شو الفايدة؟ قوية وأخذ بنتي مني، بجوز كون غلطانة. بالعكس، لأنك قوية رح ترجعي بنتك. هيك رأيك؟ أنا متأكد. شوفي هذا بيت ميار كران؟ ايه هون بدنا اياه بالمفر مشان ناخد افادته. امي حسيبة الحقيني. امي امي شبك حبيبتي؟ اصحي امي امي شبكي؟ مدام جيهان مدام جيهان يا ربي اخي مو بالبيت، راح على اسطنبول بس اليوم رح يرجع. شوفوا لي ابني وين ماما. يا ربي تتلطفي لي ابني جيبوا لي امي. يا عيني يا عيني. شوفي ست عليا هلأ شرفت، بس تعال شوف مين يلي وصلها. شكرا دكتور سمير عزبتك معي. لا العفو. شايفة كأنه علاقته صايرة قوية كتير. كمان شوي ميار. وينك يا ابني وينك؟ امي مشان الله ما تعملي هيك. ميار اهدي شوي ماما مشان الله. شو هالأباد؟ كيف بيقدر يعمل هيك؟ معقول ياخذ البنت وهي ما بدها تروح معه؟ بنتي لا تستني، بلشي بدعوى الطلاق فورا. وهو هيك معلم ناجي. قديش قلبه قاسي هالبني ادم؟ شو استفاد هلا؟ اخذ بنته غصبا عنها وانت ما رجعتي. لا تزعلي عليا، بنتك رح ترجع، بس انت كوني قويه ولا تخافي. معلم ناجي اتصلت مدام عزة، قال هي ما عاد فيها تصبر. الليله رح خلصوا ان شاء الله، لا تشغل بالك. ميار كرام تفضل، شو بتريد؟ مطلوب على التحقيق. ليش؟ بابا بس تروح على القسم بتعرف. بابا بابا شو بدها؟ في مجال تنزل شوي؟ شو بدك يعني انزل مشان تفتشوا سيارتي؟ انزل اذا سمحت. بابا بابا لا تخافي ما في شيء. انت هلا بدك تروح معنا على القسم لانه بدنا ناخذ افادتك. والسبب؟ ما عندي فكرة، بس لازم تروح معنا على القسم وهنيك بتعرف. ايه ماشي، هلا بلحقكم. لا لازم تيجي معنا. شباك يا اخي، انا قلت لك ما رح اهرب، بس بنتي معي بالسيارة. خلص بوديها وبيجي. بهالحالة هي نحن لازم نراقبك لحتى تحط البنت بالبيت وبعدين منروح سوا. سيادة الرقيب، انا ميار كران، اذا قلت رح اجي بيجي. ميار بيك انا مصدقك انه بتجي، بس نحن معنا اوامر، اذا بتريد قدر موقفنا. ايه ماشي مثل ما بدك، بس رح اوصل بنتي على البيت وبيجي معكم.
هذا اللي كان ناقص. كملت معي بابا. شو صاير؟ ما في شي حبيبتي، لا تخافي. هلا احنا لوين رايحين؟ رايحين على البيت. صبايا، يا ترى طقم الدكتور سمير كيف طلع؟ شي وحده منكم شافته عليه؟ منين يا حسره؟ لو يرجع يجي لهون. ما بتعرفي، بجوز يرجع يجي. يقبر قلبي. على اساس اجى جوزها مشان يتفاهموا، بس اليوم الصبح أخذ منها البنت وراح. هي عندها ولدين. لا، أخذ بس البنت والصبي مع أمه. والله ما سألت شو أعمار ولادها. وضع بيوجع القلب. المسكينة ما بتعرف شو بدها تساوي. اليوم ما في مجال. بتكون فضلت. ماشي، بعد شوي ببعتها. شوفوا، أنا رح بكتب هون إنه الدكتور بده يجي ويفصل طقم تاني عنا. أنتي شو رأيك عليا؟ ما سمعتك سهيلة، شو قلتي؟ قلت إنه الدكتور شو اسمه؟ دكتور سمير. وبتعرفي اسمه كمان؟ شو فيها؟ ما هو دكتور خالي. عن جد؟ أوه والله مانك قليلة. ما فهمت شو اللي بضحك؟ ولا شي، كنا عم نقول إنه الدكتور بده يجي لهون مشان يفصل طقم. إذا بده منفصله، مو هذا شغلنا؟ ألو؟ تفضل معلم ناجي. حاضر بقلها. ست عليا، المعلم ناجي بده ياكي. أي ماشي. ها؟ مزبطة وضعها والله. شي حلو. أنت طلبتني معلم ناجي؟ تفضل يا دي، بدي أحكي معك بموضوع. هلأ حكيت مع المحامي رضوان، انت بتعرفيه مو هيك؟ اي بعرفه. قال خليها تجي لأفهم منها، ويوم التنين بعمل لها كل الوراق. انت بس ساوي له الوكالة. بساويها. بنتي لازم تروحي لعنده اليوم مشان ما تضيعي وقت. بس المشكلة انا عندي شغل كتير. ايه وشو يعني؟ بترجعي بتشتغلي بتنحل، لا تفكري فيها. اذا بتنحرجي انا بروح معك. لا مو هيك القصة ابدا. ايه؟ انت كتير منيح معي وعم تغمرني بلطفك. تسمحي لي يكون بمقام عمك؟ والله خجلتني وعزم من عمي. لا 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 تخجلي، انت مثل بنتي عليا. انا بحياتي ما شفت امي، كان عمري 3 شهور وقت اللي ماتت، والحمد لله انه ابي وستي كانوا كتير حنين علي، بس اكيد مو مثل امي. هلا عم حاول احط حالي محل اولادك. ما بصير، حرام انه اولادك يعيشوا بدونك وانت عايشه. يلا يلا قومي روحي، جيبي لنا معك اخبار حلوه. انت بتعرفي عنوانه؟ بعرفه. معلم ناجي كيف بدي اشكرك. يلا بنتي قومي ولا تضيعي وقت. احبكيها من على الطرف وبعدين درزيها من الجهتين، ماشي؟ انا مضطره اطلع شوي. وشغلك المكوم ست عليا؟ طمني سهيله، بس ارجع ما رح اطلع من هون لخلصهم. وينك نوزات؟ بس بدي اياك تختفي. الو، لسه ما اجى الاستاذ نوزات؟ طبعا بدي اياه ضروري. طيب اذا اجى واتصل خبره اتصل بميار كرام، ضروري كتير، لا تنسى تقله. خالي كل هالتياب زغرانين، ما بتوقع رح يجوا على قياسهم.
ايه الاولاد بيكبروا قوام يا ست أريج. بس تجي عليا رح نطلع على السوق ومنجيب تياب جديده للاولاد، مع انه هدول التياب جدد بس قياساتهم صغيره. خديهم بكره اعطيهم لشي حدا. قلتك بترجع ست عليا؟ ان شاء الله عم نستنى. خالي حسيبي خديهم كلهم وحطيهم بغرفتك. ايه يسلموا ايديكي. قديش رح يدعوا لكم لما يلبسوا هالتياب؟ حبيب قلبي هذا جبته لليس بعيد ميلاده. مو اليوم عيد ميلاده لليس؟ ان شاء الله يجوا نحتفل كلياتنا سوا. ايه طبعا كلياتنا منحتفل سوا بفضيحتنا. شفتي منظر الشرطة شو كان حلو؟ امي اذا اجوا مو دغري تروحي وتخبري اخي على اللي صار؟ خليهم يرتاحوا شوي بعدين منقلهم على مهلنا. انت اكيد حكيتي مع اخوكي لهيك متأكدة انهم رح يجوا. انا ما حكيت معه بس بتمنى يجوا. امي اذا اجوا ما تتناشفي معهم رجاءا. اليوم عيد ميلاده لليس، خلي الكل رايق ومبسوط، حاج مشاكل. هلا انا اللي عم نغص عليكم عيشتكم؟ بس انا ما قلت هيك. يعني اذا بتلاقيهم بوش حلو ما بيكون احسن؟ تأمري ست أريج، رح حط الست عليا على راسي. عليا اللي فرقت ولادها وتركت جوزها وهو بهالظروف الصعبه وراحت. انا اللي لازم استقبلها بوش حلو، وقال لي يا عليا نورتي بيتك يا بنتي، مو هيك؟